أهلا فيكم مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة ونتابع مع فقرة التواصل الاجتماعي. طبعا اخترنا لكم من إنستغرام حساب هيفا ووصفاتها الشهية لنتابع. تمكنت معلمة اللغة الأنجليزية على أرض الواقع والشيف هيفا إنستغراميا من جذب أكثر من 900,000 متابع خلال فترة وجيزة، وذلك من خلال نشرها لأساليب تهوي الطعام وطرق تقديمه. لنتابع. نتابع مع فقرة سوالف فنية، وفيها الفنانة كارول سماحة تنشر فيديو رقصها للتانجو من أغنية حدود السماء، والفنان عبد الله رويشد يكشف بعض المعلومات عن ألبومه الجديد. لنتابع. أهلا وسهلا بكم في فقرة اليوم من سوالف فنية والتي تحمل الكثير من الأخبار الفنية والجديدة. نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة على قناتها الرسمية على اليوتيوب مقطع فيديو وهي ترقص التانجو على أنغام أغنية حدود السماء من عرض السيدة الذي قامت ببطولته وقدمته في شهر ديسمبر من العام الماضي على مسرح كازينو لبنان. لا بتفهم بالكلام ولا بتفهم بالوما، انت حدودك هالأرض وانا حدود السماء، بدك صعب تلاقى وتبقى إلك مشتاقة، نمشي على نفس الطريق. يذكر أن كارول قد اعتادت مطلع كل أسبوع على طرح فيديو حصري وجديد على قناتها الرسمية، وجاء اختيار مقطع من استعراض السيدة هذا الأسبوع تلبية لرغبة جمهورها الذي طالبها بعرضه، حيث حقق الاستعراض نجاحا كبيرا. لازم تفهم اني محبوبي وهيدا اسلوبي، بعرف اتصرف عندي حدود، انت بمطرح ما حدا بيوصل له والعالم كله حد ما له وجود. قال لي كم كلمة يشبهون بسمة الفنان الكويتي عبد الله رويشد ننتقل، والذي كشف عن التحضير لألبومه الجديد بمشاركة عدة ملحنين خليجيين، وهو الآن بصدد العمل عليه مع الفنان ميشيل العروج والملحن عبد الله القعود والدكتور عبد الرب إدريس. يذكر أن الفنان الكويتي يشارك في أنشودة أوبريت الوفاء الذي خط كلماته الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي أحبك يا الإمارات، والتي يشارك فيها إلى جانب رويشد كولمن، عاصي الحلاني، ديانا حداد، هزاع، أروى، أحمد الجميري، حبيب الياسي ودنيا بطمة. مع هذه الفقرة الفنية نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نشوفكم غدا، مع السلامة.